واثق بهذا اللي اسمه معتصم؟ أنا بصراحة خايف منه كتير وحاسه شخص مختل ومانه كتير متوازن، وهيك شكيلات بتضيع حالة بدون ما تحس، وبتخسر وبتخسر اللي حواليها بدون ما يشعروا. كلامك صحيح يا جزيش، بس معتصم ما بيخوف. اسمع لك، أنا بلعب بوكر وبحياتي ما خسرت بهاللعبة، بتعرف ليش؟ لأني بعرف فككها وركبها. معتصم بيشبهها. حبيبي أنا عن جد مالي مصدقة إنه بكرة رح نتجوز ونكتب كتابنا، كطاير عقلي من الفرح. أطوم لك أمي يا بيومي، لك أمي بقى على طول بتعلي قلبي لحد فيه. شو هذا بي؟ شو شو مصاري؟ مصاري؟ بعرف انه مصاري. بحياة امك مصاري؟ فاجأتيني والله. شو حقير وشو نجس؟ انت صدقتي؟ لك شبكي عبورة، شبكي عصبتي؟ عم بسألك، قلت لك شو خبرني؟ قلت لكم الوسخ بضل طول عمره وسخ. كازينو شو اللي دفع حق الورتة فيه؟ ليش هو عنده ورتة؟ أصلاً حدا بيعرف له أصل منفصل؟ أنا رح لاقي له حل. شو بدك مني هالمرة؟ ممكن افهم كيف ممكن انت تكون بهالوقت؟ وين معلمتي؟ ماني شايفتها. معلمتك راحت مهمة مستعجلة شوي. في شي؟ لا لا ما في شي، بعدين بحكي لك. يلا يلا خلونا نبلش. السلام عليكم. يلا 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 نم 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 نم. والله يلا بتحبي البطاطا انتي؟ يلا مني كمان. سكيها بايدك، سكيها بايدك. يلا لك يا عبوره ما عم تاكل. كبي سلمى اختي هي. بس انتي ما بتعمل شيء بلا ما تخبريني، بتكوني معي أول بأول، عم تفهمي؟ قومي بسرعة ساوية وقال لي ست مرفات. قومي قومي يلا يلا. لعمك كيف نسيت؟ شلون بقى بدنا نساعدها؟ ناخذها لعند الدكتور بيرجعها وكالة. حبيتها بعد الدكتور منه نجيبه بسيطة. هي عندي أنا.